الآن حنشوف كيف نعمل ديف تولز للفيجوال ستوديو كود. طبعا بعد ما تعمل اكستراكت هتلقى فيه كود دوت اي اكس اي، ده بيشغل لك الفيجوال ستوديو كود. نكون متصلين بالنت طبعا عشان البلاجين بينزل من الانترنت، فبيفتح معانا الفيجوال ستوديو كود هنا الاي دي اي بتاعت الفيجوال ستوديو كود. لاحظ على اليسار هنا دي حاجة اسمها extensions، بعمل كليك على extensions وفي المكان ده برضو بعمل سيرش لفلاتر. بعمل الآن سيرش للبلاجين بتاع الفلاتر اللي بتخص الفيجوال ستوديو كود، فلاحظ هنا هذه ظهرت عندي فلاتر والفيرشن بتاع 3.7.1 لفيجوال ستوديو كود ومعاها برضو الدارت. فبعمل كليك على انستول هنا يكون متصل بالنت. فهنا هذا يظهر على الحتة دي انه الفلاتر دارت كود، فلاتر دارت كود. بعمل انستولينج شغال، بعمل فيه انستولينج. حسب سرعة النت طبعا الانستوليشن بيكون سريع أو بطيء. نلاحظ هنا معلومات ده فيجوال ستوديو كود اكستنشنز بالفلاتر. لسه شغال انستولينج لكن دي معلومات عنه، انه هو بيتم انستولاشن فروم فيجوال ستوديو كود ماركت بليس او سيرشينج ويزن فيجوال ستوديو كود زي ما عملنا نحن الان. الدوكيومنتيشن تلقاه في الفلاتر دوكيومنتيشن فور يوزنج فيجوال ستوديو كود، لو عايز معلومات زياده عن كيف تستخدم الفيجوال ستوديو كود مع الفلاتر. فدي معلومات عن الاكستنشن ده والبلاجين بتاع الفلاتر. ولسه الان عامل انستولينج هنا شغال بيعمل في انستوليشن. احتمال ياخد وقت شوية. الشعار ده بتاع الفلاتر الشكل ده كان اف معمول على زاوية كده. ان انستول خلاص this extension is enabled globally. خلاص عمل انستوليشن للفلاتر. ممكن اعمل
مثلا لو فتحت نيو فايل،